سيدنا، قبل ما اتكلم عن النياحه عايز اوصف الحاله اللي كان فيها البابا شنوده. وبصراحه انا ما شفتش حد يكون عنده كم الامراض دي اللي تخلي جبل ما يتحركش ويكون مهتم لدرجه انه كان بيغسل وينزل المحاضره، او يكون عنده الم شديد في ظهره ويبتدي عنده سفر. يعني كان الموضوع غريب. يمكن كمان عايز اسرد قصه أنا قلتها المرة اللي فاتت، بس أنا بحب دايماً يعني أذكر يعني الناس بالقصة. كان يفتح الحبر جليل الأنبا أرمية بيحكي لي، بيقول لي سيدنا كان بيغسل وكان بيمليني بعض الكلمات لمقالة أو محاضرة، وبعد ما يخلص كتابة يقول له وريني يا أنبا أرمية راجع. حاجة غريبة يعني، بعد كل الألم أنا بعرف إن اللي بيغسل اليوم اللي قبل واليوم اللي بعده بيفضل نايم، بيبقى تعبان جداً، وكان سيدنا بينزل. عايز اتكلم عن الاحتمال، وكمان لما كان بينزل يقابل الناس ده ما كانش بيظهر قدام الناس انه كان تعبان او مريض او بيغسل او عمل عملية، ولكن كان بيتعامل مع الناس كأن ما فيش اي حاجة. يعني انا بسمي ده يعني قوة احتمال غريبة. عمل الروح القدس وعمل النعمة كان بيسيده بشكل غريب. تعليق نيافتك. قدس البابا شنودة كان بيتفانى تعليم، ازاي يعلم وازاي يعلم وازاي يبقى متجدد. صحيح. يعني مش بس يعلم ويجيب ويكرر العظة ويعيد لا، كان دائما متجدد. على حكاية يتفانى في التعليم ويتفانى في التحضير، قال لنا لازم تحسفش انك تكتب. انا يقول كده، انا لحد النهارده اكتب العظه. القديس بابا شنوده كان يقول كده، انا لحد النهارده بكتب العظه وبكتب النقاط اللي هتكلم فيها، ولازم لما اوعظ الورقه تبقى قدامي عشان الواحد يبقى ينظم افكاره. تحضرني قصه انا كنت سمعتها من قديس بابا شنوده واكد عليها انبا يوانس. كنا في مؤتمر من اسبوعين كده في دير درونكا مع الأباء الكهنة، وبيونس أكد على القصة اللي أحكيها دي. البابا شمودة لما كان يسافر خارج مصر، وفي سفريات تبقى الطيارة تاخد مثلا 10 ساعات دايركت، فيش ترانزيت مثلا، كان ما ينامش في 10 ساعات، يقعد ويحضر ويقرأ يكتب يستغل وقته، ما كانش يضيع وقته خالص. لدرجة كان أنبا يونس مثلا يقول له طب يا سيدنا ريح شوية، نام شوية، يعني في الطيارة نام شوية. يقول له ينفع الناس تعدي يلاقوا بطرك الكرازة نايم؟ ما ينفعش. ليأثر فما ينفعش. فقد إيه فعلا كان بيتفانى في التعليم، وده نابع عن حب، بيحب التعليم، بيحب المسيح، ولما بيتكلم عنه بيتكلم عن عشق، عن حب، عن عشرة. صحيح.